في إطار مسيرة التنمية الشاملة لجلالة الملك المفدى وفي ضوء مخرجات الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية سمو رئيس الوزراء وبمبادرة من سمو ولي العهد الذي وجه فيه سموه بعقد ورش عمل لوضع آليات وتحديد أولويات ومقترحات تمثل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمكتبه بقصر القضيبية بحضور معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين المعنيين بمتابعة الاجتماع الذي انعقد الأسبوع الماضي استعدادا لورشة عمل التطلعات المستقبلية التي يترأسها سموه الشهر القادم. خلال الاجتماع قدم سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء عرضا تفصيليا حول إنجازات برنامج عمل الحكومة الحالي 2015-2018، إذ أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة ضرورة أن يتم البناء على ما تحقق من خلاله بما يعزز بناء المزيد من المكتسبات التي يلمس أثرها المواطن. وكلف سموه نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول تحديد وترتيب الأولويات وفق السياسات والمبادرات التي خرجت بها ورش العمل الثلاث التي تم عقدها خلال الفترة الماضية، وذلك تمهيدا لاعتمادها في ورشة العمل الشهر القادم وهي الرابعة والأخيرة في سلسلة ورش العمل الحكومية والتي تشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي. وقد أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة على الجهود التي واصل بذلها أصحاب السمو والمعالي نواب رئيس مجلس الوزراء لوضع التصورات والتطلعات لمواصلة العمل بصورة أكثر فعالية واستيعابا لمتطلبات التنمية والتطوير.